حبيبي بنات، زي ما انتوا شفتوا كده البسكوت وجماله تحفه تحفه تحفه. طيب لو انت بقى كده عندك مشكله في البسكوت ونفسك تعمليه بس ما عندكيش الماكينه ولا عندك الكيس الحلواني او اي حاجه تعملي بيها البسكوت او قطعه، انا دلوقتي هوريك ازاي تعمليه وتشكليه تحفه وطعمه جميل ومقرمش، وفعلا من احلى واجمل طرق البسكوت اللي تعمليها. طب المقادير هنحتاجها، بس قبل المقادير عايزه منكم دعوه من قلب الام بالرحمه ولكل الاموات. هحتاج كده سمنه مش زبده، هنعمل بسكوت بالسمنه، والسمنه اللي تستعمليها يعني استعملي افضل نوع عندك، بس بلاش السمنه البلدي قوي، يعني خليكم في دي جميله جدا في طعم البسكوت. انا جربتها بالبلدي وجربتها في ده، ارتحت للسمنه المراعي اكتر او الثلاث بقرات. تمام، هحتاج منهم كوبايه الا ربع سمنه على كوبايتين طحين على نص كوبايه سكر، بيضه واحده وفانيليا. لا هنحط بيكنج باودر ولا نشادر، وهيطلع مقرمش وجميل وتحفه جدا جدا جدا. طيب هتجيبي كده السمنه بتاعتك وتنزليها اول حاجه. انا هنزل مقدار كوبايه الا ربع حوالي 3 معالق متروسين جدا، اوكي. وطبعا السمنه بتكون بحراره الغرفه، لا بتكون متلجه ولا ساقعه قوي، يعني ممكن تكون بارده شويه، ولكن انا مستعملاها زي ما انتم شايفين كده بحراره الغرفه. طيب هبدا احط عليها نص كوبايه من السكر وهخلطهم لغايه ما يبقى شكلهم كريمي ولون السمنه يتقلب لون كريمه كده زي ما هتشوفوا بعينيكم واحنا بنقلب. طيب نزلنا دلوقتي بالبيضه، والبيضه عليها فانيليا، تقدري تحطي بدل الفانيليا تحطي بشر برتقال بدون عصير، علشان البسكوت ما بيتحطش فيه عصير لو عايزاه يطلع مقرمش وجميل زي ما شفتوا في البدايه. قلبت البيضه اختفت خالص، بعد ما اختفت تماما نزلت بكوبايتين الطحين مره واحده. المقادير كده مظبوطه، كوبايه ربع سمنه على بيضه واحده نص كوبايه سكر بودره، هتطلع معاكي المقادير بيرفكت. هتجيبي بقى قطعه قطعه وتشكليها زي ما انا بشكلها، تفرديها طويل، بعد كده تظبطي الاطراف بتاعتها وتحطيها في الصينيه. بعد ما تحطيها في الصينيه هتجيبي سكينه او قطاعه او اي حاجه كده تشرحي بيها من فوق. انا استعملت اللي انا بقطع بيها البيتزا والمعجنات وشرحتها من فوق كده. بعد كده شايفين منظرها بعد ما اكتملت، دي كده الكميه طلعت معايا اللهم بارك، تحفه خطيره خطيره خطيره. دخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه، قعدت بالظبط في الفرن حوالي 10 دقايق، لونها احمر وبعد كده شغلت الشوايه من فوق بس كده، بتحطيها على الرف الاعلى من النص علشان تستوي وتتحمر كويس جدا. البسكوت وجمال البسكوت، شوفوا البسكوت وجمال البسكوت، بصوا من تحت. شايفين جمال من تحت؟ حاضر. طيب كده وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون عجبتكم. أنا متأكدة إنك بعد ما تشوفي الفيديو هتقومي حالا تنفذي وتعمليه لولادك في العيد، جميل قوي سهل جدا ما بياخدش منك وقت، نتايجه مضمونة 200% لو مشيتي على المقادير مظبوطة. أتمنى إذا الفيديو عجبكم تذكروا الله في التعليقات واستغفروا، وكمان ما تنسوش تكتبولي تطبيقاتكم لو عملتوه، إن شاء الله طلع معاكم نتيجته حلوة ترجعوا تكتبولي بالتعليق تحت عشان تفيد غيركم. ما تنسوش دعوة من قلب الأمي بالرحمة ولكل الأموات، وكل سنة وانتم طيبين، وانتظروني إن شاء الله فيديوهات أحلى وأحلى. السلام عليكم.